يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. خلود المكاوني فنانة تشكيلية لها طموحها وأحلامها بالفن التشكيلي، فهذا الفن بالنسبة لها رسالة سامية، هو يمثل روح الفنان وثقافته وإحساسه. تتمنى أن تصل لوحاتها لأكبر صالات العرض في العالم وتنافس أكبر الفنانين، فالطموح ليس له حدود. خلونا نتعرف مشاهدينا على ضيفتنا في الاستوديو وعلى موهبتها ومهاراتها في الفن التشكيلي، الأستاذة خلود المكاوني. يلا وسهلا فيك أستاذ خلود. فيك حبيبتي. يعني أستاذة خلود، في البداية عارفين عن نفسك وكيف دخلتي مجال الفن التشكيلي وكيف كانت البداية؟ أنا من كنت صغيرة موهبتي موجودة، فنميت هالشيء من يومي صغيرة، فكان يدعموني الأهل الأصدقاء. دخلت المدرسة فكنت أحتاج دعم زيادة، بس ما لقيت هالدعم، كملت مشواري الحالي. لما خلصت ثانوية دخلت جامعة، من هنا بدأ مشواري. بدأ مشوارك من الجامعة وأنت تحت الهواء ذكرتي لي طبعا أستاذة خلود أنت تخصصك في الجامعة فيزياء. بالضبط. فوين فيزياء وفن تشكيلي، في علاقة بين الاثنين؟ لا أبد، بس أنه مجرد هواية، ما حبيت أني خليها تموت بين يديني، وأنا كثير يتمنون هالهواية، فحبيت أني أنميها هالشيء. ودراستي يعني أقدر أوفق بين الدراسة وبين الهواية. ممتاز. طب كيف نميتي هوايتك هذه؟ كيف أبدعتي يعني بهذا الشكل في الفن التشكيلي، خاصة رسم يعني الوجيه؟ يمكن هذا شيء صعب نوعا ما. بالضبط. أحاول دائم يعني أني أخذ اللوحات الجميلة، يعني كصورة جميلة فيها ظل جميل، أحب أقلدها، أحب أطبقها فيها المجال. فالحمد لله يعني ربي رزقني بموهبة أني دقيقة بالملامح، فلما أشوف الحاجة الجميلة أحب أطبقها. ممتاز، يعني هنيك للواحد. دايم يقولون عدسة عين الفنان نفسه تعتبر مثل يعني الطابعة اللي حنا نشوفها في حياتنا اليومية، الطابعة العملية نفسها. طيب يعني تشوفين أن الفنان التشكيلي يوظف خياله بشكل كبير في ريشته وفي لوحاته؟ الخيال، أنا ينقصني خيال صراحة، لأني أنا تقريبا ناسخة للطبيعة، فحاولت أني أبتكر بلوحتي الجديدة هذه أوفق بين الخيال والبوتريال الجديد اللي أنا مسويته باللوحة، بس حاولت يعني إن شاء الله تنال إعجاب المتابعين إن شاء الله. طبعا لوحتك هذه الموجودة معنا في الاستوديو هي آخر لوحاتك، حابة لو تكلميني عنها. يعني أنت جالسة تقولين إن الخيال بعيدة شوي عن رسوماتك، أنا جالسة أشوف إن فيها خيال شوي، فيها يعني فيها نظرة صراحة أنت عاد راح تعبرين عنها للمشاهدين. إيش فيها الأنثى هذه أو إيش فيها المرأة هذه؟ المرأة فيها عين زي ما يقولون عين زرقاء، تعبر ما بداخلها أحيانا، وأحيانا جانب مظلم. فحبيت أني أحط الألوان حولها، أنه هذا العالم اللي هي تعيش فيه، وهي طالع العالم بالعين الزرقاء هذه، مثل أعماق أو حاجة مظلمة في داخل المرأة. بس هذه اللوحة يعني أي امرأة هي اللي تقدر تفسر يعني اللون الشيء اللي تناظره بعيونها. طيب أستاذة خلود، يعني لو تكلمنا عن لوحاتك، يمكن تكلمنا عن هذه اللوحة، لكن أي فنان تشكيلي بالعادة تكون في لوحة قريبة له، إيش هي أقرب لوحاتك الفنية؟ لوحتي اللي حققت فيها إنجاز، ممثلة أنا رسمت أو عارضة أزياء بالأحرى كارا، فأخذت فيها عليها كم مركز، فهي الإنجاز الكبير لي. ليش اعتبرتيها إنجاز؟ أخذت وقت معك في التصميم وفي الرسم؟ لا، بس يعني تقريبا 6 ساعات، بس كل ما عرضتها بمعرض أو بمكان يعني ينبهرون فيها، أكثر شيء يجذبهم عشان الدقة يمكن في تفاصيلها ورسماتها. طيب يعني تشوفين خلود، يعني إيش اللي المفروض ينقص الشخص أو المفروض يتوافر في الشخص عشان يكون فنان تشكيلي أو فنانة تشكيلية ناجحة أو ناجح؟ ما يكون ملول، يكون صبور، لأن اللوحة صدق تحتاج إلى جهد وصبر، مو مرة مرتين يرسم يقول أنا خلاص ما عاد أعرف أرسم. فالرسم عموما يحتاج إلى صبر ودقة. أكيد طبعا الرسم يحتاج لفن، يعني لأنه فن عفوا يحتاج لرسم ويحتاج لوقت ويحتاج لدقة وتفاصيل كثيرة. طيب خلود، أكيد شاركتي في الكثير من المعارض يعني كفنانة تشكيلية سعودية، وأيضا حصلتي على جوائز، حابة تكلميني عنه. طبعا كنت أنا بالخارج، بديت بمعارض بس مع بازار،
فكانوا يقولون يعني انه مظلومه وما ادري ايش ومن هالحكي حرام يعني تكوني بمعرض وبازار بنفس الوقت. شافتني انسانه دعمتني وصلتني المنتجون. من هنا بدات انطلاقتي بمنتجون من مصورين من صحافه. ممتاز. اي عقبها شاركت ب بمسابقه بالجامعه وفزت بالمركز الاول على مستوى جامعتي. ما شاء الله ممتاز. بعدين دخلت المؤتمر السابع للجامعة برضو، أخذت المركز الأول في البوتري والمركز الثالث في فن التصوير التشكيلي. هذه بس الجوائز اللي حصلت عليها. ممتاز، يعني أبدعتي عشانك حبيتي عملك رغم أن أنت يعني نرجع نقول أن أنت طالبة في مجال الفيزياء في الجامعة. بالضبط. طيب خلود، تشوفين يعني مين من الفنانين التشكيليين العالميين تحبين رسوماته لما تشوفين لوحات كذا تصفنين وتستمتعين؟ لرسام لوحة الموناليزا ليوناردو دافنشي وبيكاسو، هذا اللي يلهموني مرة جدا. ملهمين للكثير أكيد بيكاسو وليوناردو دافنشي. تشوفين أنه ممكن ترسمين بإذن الله يوم من الأيام الموناليزا؟ أكيد إن شاء الله إذا مع الإصرار وما في أحد يحطم الشخص بوصل إن شاء الله. بوصل الأفضل بعد. تشوفين يعني أنه ممكن في ناس نلقاها مثبطة في حياتنا وناس يعني يمكن مدمرة لمعنوياتنا شوي وغير محفزة، ممكن ما تدعمنا أن احنا ننمي هذه الموهبة الإبداعية فينا؟ إيه في كثير في كثير يحطمون، يعني على قد اللي يشجعون على قد اللي يحطمون. فالواحد ما يهتم لهم، انت عارف انت ايش تبي قد هالشيء اللي انت بتسويه، فيشق طريقه ما عليه من احد ولا اكيد عليها. طبعا. طب كيف طورتي موهبه الفن التشكيلي عندك؟ يعني تابعتي مثلا فيديوهات على اليوتيوب؟ بالضبط. اي انستغرام هو خدمني مره، الانستغرام وبعدين اليوتيوب خدمني برضه. في تويتر، كلها يعني خدمتني بالمجال هذا، فكان يعني ابداع يعني انه وصلت هالشيء من كثر المتابعة، من كثر الممارسة. مع المعلومة إني انقطعت سنة فترة كذا ما عاد أرسم، خلاص إنه جاني إحباط إنه خلاص أنا هذا رسمي ما راح يتطور. أحبطوك الناس؟ مو أحبطوني، أنا انحبطت كذا من نفسي. طيب رجعت إن شاء الله. رجعتي أقوى؟ إيه بالضبط، رجعت أقوى برسمات أقوى بتفكير أقوى. والحمد لله فزت بكم جائزة يعني حفزتني وشجعتني. ممتاز. أوصل للعالم. طيب يعني ايش تركزين بالعاده في لوحاتك؟ يعني من خلال مثلا اللوحه الموجوده عندنا في الاستوديو ركزتي على المراه، شوفين لوحاتك دايم تعنى بالمراه كفنانه تشكيليه وكامراه. لا والله، بس انه على حسب الشيء اللي انا احب ارسمه. الحاجه الجميله احب ارسمها دائما، يعني رجل، امراه، طفل، احب ارسم الاشخاص عموما. واكثر شيء العيون. العيون عاد لها سر كبير، يعني مثل ما يقولون كن جميلا ترى الوجود جميلا. طيب لو تكلمنا يعني عن السوشيال ميديا، ايش دور السوشيال ميديا في دعم الفنان سواء فنان تشكيلي او اي شخص يعني مبدع في مجاله؟ السوشيال ميديا لوين توصله؟ اذا يعني استغلها وحطها باستغلال جميل راح يطلع فيها، يعني بعضهم يعني يفتحون حاجة ما تنفع الناس. بس سواليف قلة سنع يعني يفتحها بمجال أفضل يعني. صحيح. كرسم، أشياء طبخ تفيد أشياء هذه. يعني السوشيال ميديا فادتنا أن الرسامين كثير وخلتنا نتواصل مع بعض. بس. طب أكيد تواصلتي يعني مع فنانات تشكيليات سعوديات أخريات. أستاذة خلود، كيف كانت المنافسة؟ كيف كان الدعم يعني كفنانة تشكيلية وأيضا تكلمين فنانة تشكيلية أخرى؟ والله دعم، إذا كانت تدعمني، شاركت منتجون مع نورة سعيدان فدعمتني الله يجزاها خير. ممتاز. كانت خلوقة جدا وممنونة لها وجاني كثير يعني من دعمها. وغيرهم ما كنت يعني أعرف. أمال البحيري برضو كنت أسألها على الخاص وتفيدني. ممتاز. فيه يعني بين الفنانات كثير دعم. ممتاز. يعني ما حد يبخل على حد، نحب نعطي. أنا كثير يسألوني أحب أدعمهم برضو، يعني كلنا ندعم بعض. يعني هذه الروح الجميلة في الفنانات التشكيليات السعوديات، روح يعني المنافسة الشريفة وروح الدعم يعني ورفع المعنويات أكيد طبعا. طيب تشوفين أستاذة خلود يعني أن في عندنا جهات تدعم الفنانات والفنانين التشكيليين في السعودية؟
والله ناقصنا هالشيء. يعني احيانا يوم انا بغيت اطلع ما لقيت جهه خاصه تدعمني، هو موجود بس بقله ولا يكون بعيد، فما في يعني ناس تدعم كثير، نحتاج هالشيء يعني، نحتاج دعم، نحتاج امور تدعمنا، يعني تنقصنا حيل لما اني احتاج شيء ولا احتاج اني اتعلم شيء، لازم ابذل مجهود فردي عشان اطلع بهالشيء انا. اما كجهه خاصه تدعمنا لا ما في. يعني اعتمدتوا على جهودكم يمكن الفردي بشكل كبير اكثر من الجهات الداعمه اللي وجدتوها. طيب ايش هي الرساله اللي تحبين توصلينها دايم خلود من خلال لوحاتك الفنيه الجميله؟ احب اوصل ثقافه وحضارتنا اللي احنا نعيشها حاليا. يعني مثل ما وصل الفنان بيكاسو حضارته، نحتاج ان بعد نوصل حضارتنا للاجيال اللي جايه. وبس. طب ايش الكلمه الاخيره تقولين عن الفن التشكيلي؟ ايش يعني الفن التشكيلي بالنسبه لخلود طالبه في مجال الفيزياء وايضا فنانه تشكيليه؟ مجرد يعني هوايه واحب افرغ في طاقاتي. الفن التشكيلي يعني حاجه جميله في الحياه، يعني اكثرهم استخدموه حتى للمرضى انه يعالجون فن تشكيلي. فاللي يشوف يعني بنفسه فن تشكيلي او هوايه رسم عادي يعني يطلعها، لا يكبتها ولا ياخذ ولا يتحطم من احد ولا يسمع كلام احد. اكيد يعني طلع مواهبك الدفينه باختصار وشوف الدعم يعني وحفز نفسك بنفسك. أيوة. لا تلجأ للاخرين. ايوه. استاذه خلود المكاوني الفنانه التشكيليه، شكرا لك وشكرا على طموحك الجميل. عفوا حبيبتي. مشاهدينا بالتاكيد فقرات سيدتي مستمره معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، معرض بعثرات التشكيلي في جدة يستعرض أعمال تشكيليات سعوديات، وسيدتي يسلط الضوء عليه.